إطلاق أكبر منصة لخدمات ما بعد البيع متعددة العلامات التجارية للشاحنات بأفريقيا. بنغوتوتو أطلقت المشروع بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة إلى جانب شريكاتها باكار الأمريكية وضافة الهولندية الرائدتان عالميا في قطع الغيار للشاحنات والمقطورات. تتعرفوا بأنه المغرب الحمد لله تحت الريادة ديال صاحب الجلالة ونظرة ثاقبة له في الاقتصاد أنه المغرب الآن أصبح واحد المحطة عالميا كبرى، ونقدروا نقولوا من أكبر المحطات ومن أكبر المحطات ديال اللوجيستيك حاليا. حنا تنحاولوا نمشيو يعني في التوازن مع هذا المشروع بهاد الورشات اللي هتقوم بالإصلاح ديال هاد الشاحنات، وتنحاولوا إن شاء الله العلي العظيم أنه نقوموا بهم من طنجة إلى القرقارات عبر الساحل الأطلسي. وكذلك عندنا مشروع باش نطلعوا بهذا المشروع داخل الديار الأوروبية، وكذلك إن شاء الله نمشيوا به في داخل إفريقيا. أظن أن هذه المنصة تختصر العمل الجاد للمغرب ولهذه الشركة تحديدا، وخير دليل حضورنا اليوم لهذا الحفل. المغرب صلة الوصل بين أوروبا وأفريقيا، وتقدمه في مجال اللوجستيك مبهر حقا، ولا زال يمضي قدما نحو طموحاته. ترم منصة الخدمات تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الخدمات اللوجستية وتحسين خدمات الصيانة وإصلاح الشاحنات، بما قد يبوئ المغرب مراكز الصدارة بالسوق العالمية. L'objectif ديالنا سي d'accompagner le transport au Maroc et de permettre un accompagnement بالنسبة للناس اللي فيهم في المجال ديال النقل في كل ما يخص الصيانة، كذلك la formation ديال les techniciens et les chauffeurs en même temps pour permettre d'aller en parallèle مع لو بروجي ديال سا ماجيستي او ماروك دو روندر لو ماروك اون بلاتفورم لوجيستيك امبورطونت كي لي انتر لوروب اي لافريك. بنغوتوتو تسعى من خلال منصتها الجديده بالمنطقه الحره الاطلسيه بالقنيطره الى تحويلها لمركز مرجعي وطني لشركات النقل المغربيه بغلاف مالي اجمالي يناهز 120 مليون درهم موزعه على 3 سنوات.